السلام عليكم الفنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد. هاني اليوم طلعت عليكم فيديو جديد، وكما كتلاحظوا امامكم الفيديو ديال اليوم غادي يكون في المطبخ، وشهيوة جديدة من شهيوات ديال رمضان. كما لاحظتوا في اول فيديو، الشهيوة ديال اليوم هي عبارة عن بيتزا. اليوم غادي نشارك معكم تحضير البيتزا على طريقة لالا وجدية. واول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نقادو العجينه ديالنا. فقط غادي نحتاجو زلافه ديال الفرينه، وجوج معلقات او ثلاثه ديال دقيق الفينو، ومعلقه ديال الزيت النباتيه، وملعقه صغيره من الملح، وملعقه صغيره من خميره الخبز. هنخلطو هاد المكونات مع بعض، هنحاولو نعجنو الخليط ديالنا بماء دافئ. العجينة ديال البيتزا معروف عليها انها كتحتاج للدلك، كندلكوها وكنخليوها ترتاح شوية، وكنرجعو كندلكوها وكنخليوها ترتاح، عاد كنسرحوها. هذه هي الطريقة المعروفة. اما بالنسبة للصلصة اللي غادي نحتاجوها للبيتزا، فقط غادي نحتاجو شي حبات ديال المطيشة، غادي نحكهم ونضيف ليهم شوية ديال الزيت النباتية، وبطبيعة الحال غنضيف لهم رأس ملعقة من الطماطم المصبرة، وملعقة صغيرة من الكزبر أو معدنوس. صراحة كيعجبني بزاف أنني نضيف لها كزبر ومعدنوس. وكما كتلاحظوا أمامكم، أنا كنحاول نشحر كل شيء في المقلاة ديالي يعني على نار هادئة. وما نساوش اننا نضيف بعض التوابل بحال الفلفل الاحمر او الزنجبيل، وكذلك الملح. ضروري اننا نضيف الملح، وايضا الرغبة ديالنا نقدر نضيف الجوزة مثلا. هنستمروا بتخليط الصلصة ديالنا ونرجعوا لعند العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت لينا. دابا غادي نسرحوها بالدلاك ديالنا. كما كتلاحظوا معايا، احنا دابا كنسرحوا العجينه ديالنا، والطريقه باش اننا كنحاول نقلبوها بين يدينا باش انها كتنطلق لينا، وباش تساعدنا انها تزيد تسرح لينا. كنحاولوا اننا نسرحوها مزيان حتى كتولي العجينه ديالنا رقيقه. كما كتلاحظوا امامكم، ضروري اننا ما نستعملوا الشوكه، ضروري ضروري اننا نستعملوا الشوكه باش هكذا ما تنتفخش لينا العجينه ديالنا، ونديروها طيب على نار مهيله في الفرن ديالنا. اما بالنسبه للحشوه اللي غادي نزينوا بها البيتزا ديالنا، فانا اختاريت انني ندير الكاشير والفرماج. غنشارك معكم النوع ديال الفرماج اللي غادي نستعمل، والفلفل والزيتون. اما بالنسبه انا استعملت فقط الطون، وكذلك زعتر، فضروري ما اننا نستعمل هذه العشبه لانها كتعطينا رائحه رائعه البيتزا ديالنا، الرائحه المعروفه على البيتزا. اما بالنسبه للفرماج ديالنا، فكان هذا هو الشكل ديالو، الاسم ديالو توب شيف، رائع جدا. فرماج خاص بالبيتزا، هو اللي كيعطينا الشكل الالاستيكي اللي لاحظتوه معايا في اول فيديو للبيتزا، الشكل اللي كنلاحظوه ديما في الاشهارات على التلفازه اللي كيشهينا في البيتزا، ولكن بدون جدوى ما كنقدروش نحصلوا عليها في البيوت ديالنا. من بعد ما جربت انواع كثيره من الفرماج،
ولكن للأسف ما قدرتش نحصل على داك الشكل الإلاستيكي اللي كان كيشهيني، ولكن وأخيرا حصلت عليه اليوم بفضل هذا الفرماج هذا. وحتى الثمن ديالو بسيط جدا، متوفر في الأسواق بكثرة. فقط الثمن ديالو 50 درهم للكيلوغرام. العلبة ديالو تحتوي على كيلوغرام. اما بالنسبه للحشوه ديالنا، فكيف قلت لكم، انا استعملت فقط الزيتون والطون كاشير. اما بالنسبه للفرماج فغادي نستعمل بكثره وزعتره من الفوق. كنحاول انني نحكها بين يدي باش انا تطلق الريحه ديالها. كنحاول انني ندير منها من الفوق، ومن بعد نقطع البيتزا ديالنا. ضروري ما انني خاصني نقطعها عاد نتحيها الفرن ديالي، باش هكذا من غنخرجها غادي نحصل على داك الشكل الإلاستيكي ما بين القطع. وها هي البيتزا ديالنا طايبة واجدة محمرة. ضروري اننا ما نخليوهاش تحمر لينا بزاف، فقط هذا الشكل هذا اللي كيخليها كتجي كتشهي. وكذلك الشكل الإلاستيكي اللي حصلنا عليه بفضل الفرماج اللي شاركت معكم اليوم، صراحة كتشهي بزاف. وها هي البيتزا ديالنا واجدة مع بريريد أتاي، رائعة صراحة كتشهي بزاف وبمقادير بسيطة جدا في متناول الجميع. كنعاود نذكر فقط أنا استعملت في الصلصة فقط مطيشة، وحاولت أنني نسمها بطماطم مصبرة وبعض التوابل. وأما بالنسبة الحشوة اللي زينا بها البيتزا ديالنا، فكانت عبارة عن زيتون وعلبة من الطون والقليل من الكاشير هذا حسب الاختيار، والفلفل المشوي، مربعات من الفلفل المشوي، وكذلك الفرماج اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ان البيتزا ديالي دي اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا معايا. كنتمنى كذلك انكم تخليوا لي لايك وتعليق. اما بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشاهدوا الفيديوهات ديالي، فكنتمنى انهم يشتركوا معايا في القناه ديالي. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. وبقى لي غير نقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.